السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. مواليد برج الجوزاء، قراءتنا النهارده جديده وحصريه على قناتنا. اهلا وسهلا بحبايب قلبي الجدد المشتركين عندي. هنشوف الفنجان بتاعكم وهنشوف الايام الفتره دي عندكم ايه. يلا بينا بقى نشوف قراءتنا فيها ايه. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خبر مفرح جدا جدا على الابواب عندكم. طب نبدأ بايه بقى؟ اقول لكم ان انتوا عندكم ثلاث حاجات هتحصل لكم الفترة دي. الثلاث حاجات دول ورا بعض هيدوكم طاقة ايجابية. اول حاجة، انتوا الفترة دي بشكل كبير جدا هيتفتح قدامكم باب. الباب ده هيكون جميل وهيكون فيه تبشرات بالخير. الباب ده استثنائي، انتوا بقالكم مدة عمالين تفتدقوا عليه وطال الانتظار. هيحصل من ورا الباب ده افتتاح حلو جدا، وهيبقى فيه خبر مفرح، وكل الأدلة هتحصل لك تغيرات إيجابية، ومعظمها هتحصل لك في حياتك الشخصية. كمان انت من بعد التعب والخزلان والصدمات والسنين اللي مرت عليك هانت خلاص بإذن الله. هيكون في نصرة إيجابية وفي تعويض عن كل ألم وكل دمعة عين وحزن كانت في حياتك. وكمان خلال يومين أو أسبوعين بإذن الله هتحصل لك حاجة مفاجأة. كمان أنت الفترة دي بتحاول أن أنت تبعد عن ناس كتيرة جدا أذتك. عندكم تعبان، والتعبان ده لافف حوالين رقبتكم، وده بيدل ان حد خبيث بيلعب في حياتكم. كمان انتوا هنا عندكم شوية زعل، والزعل ده جواكم، بتحاولوا ان انتوا دايما تظهروا بالقوة، تظهروا بالشجاعة، بس انتوا نفسيتكم تعبانة وزعلانين على حد في حياتكم، اذا كان ابنكم او بنتكم او اختكم او حد انتوا زعلانين عليه زعل شديد جدا، وبتقولوا يا رب عديها على خير. كمان انتوا هنا واخدين صدمة كبيرة من حد، والصدمة دي مازالت بتعانوا منها، بس بإذن الله هيكون في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليكم، هيجيلكم وهيعترف لكم بالحاجة اللي هو عايز يعترف بيها، بس انتوا مترددين شوية الفترة دي، ويعني حان الوقت ان انتوا تستعيدوا الحياة الحلوة وتبعدوا عن الطاقة السلبية. في كمان شخص، الشخص ده هتتعرفوا عليه وهيبقى اختبار من عند ربنا، بس دايما اقول لكم حاولوا تتحكموا بعقلكم بشكل احسن، وبلاش تتعاملوا بعاطفية زيادة عن اللزوم. انتوا هنا ممكن يكون عندكم شوية شد وجذر مع الشريك، وعشان كده انتوا بتحاولوا تبعدوا عن اي حاجة بتديكم حزن، والذكريات اللي كانت في الماضي بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها، وبتحاولوا ان انتوا تبصوا للمستقبل بشكل ايجابي. ليه؟ علشان مش عايزين حاجة تأذيكم تاني زي الاول، او بمعنى اصح انتوا بدأتوا ان انتوا تبصوا للحياة بنظرة مختلفة عن اللي فاتت. الهموم اللي كانت سبب في يوم من الايام في ضيق صدرك بإذن الله ربنا هيشيلها من حياتك. كمان انت هنا منتظر بقالك مدة كبيرة جدا، المدة الكبيرة دي انت منتظر فيها ان انت تبعد عن اي اذى، بس بتقرب منك الطاقات السلبية، او عندك وسواس مؤثر عليك، وده مخليك انت مش عارف اصلا تستمتع بالحياة ولا تستمتع بالحاجة اللي انت فيها، ودايما هي الافكار السلبية مؤثرة عليك، ده الوسواس اللي عندك. بس بإذن الله العيون هتسيبك في حالك، بس لازم تحصن نفسك وتحصن البيت، علشان الطاقة السلبية بيأثر على كل حاجة في حياتك، وده بيأذيك انت بشكل سلبي. فلازم تبعد عن اي ضغوط نفسية الفترة دي، وتحاول تطبطب على نفسك وتخفف اي ألم جواك. ايه هي مشكلتك؟ مشكلتك رؤية الاشياء قبل حدوثها، مشكلتك رؤية الحاجة او تعرف الشخص اللي قدامك بشكل يعني ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ هو حصل ايه؟ بتفهم اللي قدامك على طول من غير تردد ولا تفكير، ومجرد ما يبص لك بتفهمه، وبتفهم اتجاهه او بتفهم نيته ايه. احيانا من وقت للتاني الحاجة اللي انت بتكون عايز تعملها بترسمها وبتخطط لها الاول، وبعد كده بتبدأ ان انت تشتغل عليها وتبدأ تعمل واحد اتنين لحد ما توصل للهدف.
كل فكرك الفترة دي بالماديات والحياة العاطفية. الماديات عندك في فلوس عاطلة، في فلوس متعلقة، في فلوس انت مستنيها الله أعلم. وفي نفس الوقت الحياة العاطفية، ما تزعلش مني ان اختياراتك في الحياة العاطفية غلط، لإما الشريك في طرف تاني لو انت عندك شريك، او انت في طرف تاني في علاقة تانية، او في حد بيتدخل وانت سايب له الفرصة. وزي ما قلت، مواضيع هتتفتح قدامك هتاخد فيها قرارات بإذن الله، ربنا هيقضي لك الحاجة اللي انت عايزها او اللي انت طول الوقت عمال تسعى من اجلها. وكمان في مشروع انت هتدخل فيه، من خلال المشروع ده انت هتطلع منه بتطورات ايجابية باخبار مفرحة. انت بقالك اكتر من وقت عمال تفشل في المشروع اللي انت عمال تدخل فيه، فحال الوقت ان هتجيلك الفرصة وتعوضك عن خسائر السنين اللي انت مريت بيها. وخلي بالك، انت من الخسائر اللي انت خسرتها دي نفسيتك تعبت، ومعنوياتك حسيت ان مفيش اي تجديد عندك، وعشان كده بدأت ان انت تفصل بينك وما بين ناس كتيرة جدا اذتك، او بمعنى اصح ناس كتيرة جدا عرفت ان هي تدخل حياتك وتأذيك. هنا فرقت او حصل فراق بينك او بينك ناس كانت غالية على قلبك. الفترة دي في رجوع ليكم بشكل سريع، وخلوا بالكم في شخص ظلمكم ويعني قال عليكم كلام سلبي، هيجي لكم وهيعتذر منكم، وانتوا اللي هتقرروا اذا كنتوا تكملوا او تبعدوا. في مناسبة حلوة هيكون فيها لقاء عاطفي، فيها حب جديد هيكون على الباب، والبعض منكم عايز يشتري حاجة جديدة، البعض منكم في حاجة عايز يعملها. كمان هيكون في فرصة لتحسين حالكم للأفضل، وفي ذنب انتوا عملتوها تحاولوا تستغفروا ربنا عليه. والفترة دي انتوا بتسعوا لتخليص أوراق، أو بتسعوا ان انتوا السفر بتاعكم يتم على خير. انتوا معروفين من زمان ان انتوا مالكمش حب في النصيب، وده ليه؟ دي ان انتوا بتتعاملوا بعاطفة أكتر مع الشريك. الشريك يعني لازم تتعاملوا معاه بعقل، ولازم كده تبدأوا يومكم بالطاقة الإيجابية، ما تبدأوش يومكم أبدا بالطاقة السلبية. انتوا عم تقربوا الفترة دي من تحقيق هدف، والهدف ده هيكون فيه انطلاقة. عندكم حرف الإس وحرف الدال وحرف النون، دول حروف موجودين في حياتكم، بينكم وما بينهم رابط. عندكم رزق، والرزق ده من الأحلام اللي انتوا بتحلموها، أو انتوا بتحبوا البحر، بتحبوا الأكلات البحرية، في سمك عندكم في الموضوع بيدل على الرزق، أو بيدل ان انتوا بتحبوا تعملوا حاجات كتيرة في حياتكم. كمان انتوا في خلاف بينكم وبين حد، الخلاف ده مش لازم يكون عاطفي، مش لازم يكون مع صديق أو غيره، يعني هو خلاف مع حد من أبراج عندكم، وممكن تكون الأبراج دي هو إيه. الخلاف ده حصل بينكم وانتوا بتحاولوا اليومين دول يعني تبعدوا، وهم بيحاولوا يقربوا عشان يصلحوا الخلاف ده، أو يصلحوا المشاجرات اللي حصلت عندكم، أو المواضيع اللي حصلت في حياتكم. وفي نفس الوقت انتوا حطيتوا نفسكم في خانة الحيرة، خانة الحيرة دي مسببة لكم ان انتوا مش عارفين تتواصلوا مع حتى نفسكم، واهملتوا جدا بسبب المباراة اللي انتوا فيها، او بسبب الذبذبة اللي انتوا فيها، مش عارفين تهتموا باي حاجة. كمان انتوا هنا هتقدموا على شغل او هتقدموا على حاجة، وهتكون مستنيين الرد، او مستنيين الحد ده يرد عليكم. هيكون في مجاوزة للمشاكل اللي انتوا فيها، وبإذن الله هيكون في حصدا تاما على جميع الأوضاع بتاعتكم. كمان الفترة دي هيكون في طبطبة على خاطركم اللي انتوا واخدينه وما بين حد، في حد عندكم او انتوا واخدين على خاطركم بسبب شخص، او شخص غدر بيكم فانتوا خدتوا على خاطركم منه الله اعلم، فعشان كده انتوا قررتوا ان انتوا تسكتوا وتتعاملوا بشكل مختلف. والناس اللي سببت لكم في يوم من الايام طاقة سلبية، انتوا مش هتردوا عليهم ولا حتى هتدوهم اهتمام. ليه؟ علشان هتقولوا خلاص احنا كده بدأنا ان احنا نبص لحياتنا ونفوق، فاحنا مش عايزين الناس دي تدخل حياتنا مرة كمان. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخبار وكلام كتير بيتقال عليكم، زواج هيتم على خير الفترة دي،
وهيبقى في فرحة، هيبقى في وثيقة هتمضوها، هيبقى في ثقة بنفسكم الفترة دي بشكل سريع، او هيبقى في طاقة جديدة. بس في حاجة انتوا بتخايفين يعني، وانتوا بتخافوا في حاجة بتخافوا منها قوي، ولو شفتوها بتجروا سريع. الثقة، انتوا بتثقوا جدا في اللي حواليكم، بتثقوا جدا في الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم، عندكم ثقة كده رهيبة، ودي حاجة اصلا بتخليكم انتوا تزعلوا. الوضع اللي انتوا فيه ده بتعانوا في ألم من الركبة، وبتعانوا من فلوس متبخرة، فلوسكم دايما متبخرة وألم في الركبة على طول الفاضي وعلى المليان. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا هنا حرفيا هتنقلوا الفترة دي في بيت جديد او في حاجة جديدة، وهتمسكوا ايدين ناس، الناس اللي هتمسكوا ايديهم دي هتقف معاكم في الاوقات الصعبة اللي انتوا عايزينها تكون معاكم فعلا. انتوا كمان بتظهروا القوة، يعني في كمان مبلغ من المال ضاع منكم، في امور تخص المال، او انتوا مستنيين مبلغ من المال يحلكم مشكلة، يطلعكم من حاجة، الله اعلم. كمان الفترة دي انتوا يعني في مش عايزين تتواصلوا مع حد، تليفونكم صامت دايما، صامد عندكم، مش عايزين حتى تتعاملوا مع حد. ليه داخلين في عزلة الفترة دي؟ وليه بتتجنبوا حاجات كتيرة جدا؟ يعني انتوا في امور عندكم بتتجنبوها، فده غلط. لما انتوا بتتجنبوا الاشخاص اللي حواليكم انتوا بتتعبوا. انا قلت لكم ان انتوا عندكم انفراجات، عندكم حرف الاس وحرف الميم وحرف النون والعين واللام، الحروف دي موجودة في حياتكم، ليهم دور كبير جدا في اذى ليكم. وبعدين ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية انتوا هتمروا بظروف حلوة، او هتمروا بطاقة ايجابية، والفترة دي هتهدى معاكم وهتدخلوا في مرحلة جديدة. بس بلاش ان انتوا تدخلوا نفسكم في اي وضع سلبي او في اي امور معاكسة، حاولوا ان انتوا تطبطبوا على نفسكم، وحاولوا ان انتوا تحبوا نفسكم بكل الطرق. الحسد موقف مستقبلكم، الحسد مخليكم بتتألموا، مخليكم تعبانين نفسيا. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون في مجاو يعني طاقة جديدة، او في وعد حلو ليكم، او في طاقة معينة ليكم، الله اعلم. بس انتوا فعلا في امور هتبقى فيها تغيير جذري، انتوا جواكم حب لكل الناس، وفي نفس الوقت خايفين من اللي انتوا مريتوا بيه، علشان انتوا مريتوا بصدمات زي ما قلت لكم. كمان انتوا بتزعلوا على الناس اللي حواليكم قوي، وبتتأثروا بيهم جدا، لكن محدش يعلم انتوا ايه اللي فيكم، او انتوا ايه اللي بتمروا بيه. وزي ما قلت، رغم ان هم ظلموكم واتكلموا عليكم، رغم ان ربنا هيجيب لكم حقكم، وساعتها هتقعدوا مرتاحين وتقولوا الحمد لله ان فعلا ربنا جاب لنا حقنا في وقت احنا ما توقعناش انه كل ده هيحصل. ففعلا انتوا على قد الكتمان اللي انتوا فيه، او على قد ان انتوا مش قادرين تتكلموا او تتعاملوا مع الناس دي، بس عندكم اخبار حلوة وعندكم طاقة ايجابية. الفترة دي كمان عندكم زيارة للدكتور، البعض منكم عنده وجع في الجسم، او في اسنان عنده وجع، في حمور عندكم كشف للطبيب، فانتوا هتروحوا الفترة دي. معروف عنكم القوة، معروف ان انتوا عندكم جراءة رهيبة جدا، بس عصبيين جدا الفترة دي. من وقت للتاني على قد ما بتكونوا مبسوطين وفرحانين بكل حاجة في حياتكم، على قد ما بتلاقوا فجأة كده في حاجة اتغيرت، او في امور عندكم معاكسة. كمان الفترة دي انتوا هنا هتحطوا النقط على الحروف في تقيد او في علاقة، وهتاخدوا قرار يخصكم انتوا. البعض منكم اتعرض لأزمة، او تعرض لخذلان، تعرضتوا لحاجة اثرت عليكم. عندكم اسم علي واسم محمد، دول موجودين في حياتكم، في بينكم كلام، او الاشخاص دول في حياتكم الله اعلم، بس فعلا الناس دي في حياتكم انتوا. احيانا
بتحبوا تبعدوا عن كل الناس وبتحبوا تقعدوا لوحدكم، حتى لو ممكن تقعدوا لفترة طويلة بتحبوا تقعدوا لوحدكم جدا، رغم ان انتوا عندكم صفات حلوة وبتحبوا تتعاملوا مع الناس، بس بيجيلكم احساس كده ان انتوا بتحبوا تقعدوا وما بتحبوش يعني تشتكوا همكم لحد، خلاص بتحبوا ان انتوا تداروا. فلازم الفترة دي يكون في تواصل مع الناس اللي حواليكم، وبلاش تفقدوا الامل مهما يكون الامل اللي عندكم، انتوا فاقدين امل كتير جدا، حيرانين، تعبانين، البعض منكم جاي على نفسه من اجل الاخرين بس مش لاقي راحته، او انتوا في طاقة مأثرة عليكم مخلياكم مأذيين او اذيين نفسكم انتوا. فلازم الفترة دي بقدر المستطاع تحلوا اي مشكلة عندكم، علشان المشاكل اللي عندكم دي مخلياكم انتوا تعبانين، مخلياكم انتوا نفرين من ناس كتيرة جدا، والناس اللي نفرين منها دي هي فعلا بتحبكم بس انتوا مش شايفين الحب ده ولا شايفين الاعطاء ده. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا دايما كل ما بتدخلوا في علاقة بتكونوا مكيدين، بتكون نفسيتكم تعبانة، بتكون ما عندكمش شعور الاطمئنان ان انتم مطمنين في علاقة، بالعكس عندكم ذبذبة طول الوقت وعندكم تعب، والتعب ده مخلي ملامحكم دبلانة، مخلي ملامحكم حتى فيها يعني انتم بتسألوا نفسكم اكتر من سؤال، في ايه؟ ايه اللي بيحصل معانا ده؟ كمان البعض منكم قفل صفحات كتير، يعني رغم ان انتم قفلتوا صفحة الماضي اصلا، وعشان كده في مرحلة إيجابية وفي تواصل مع شخص على فلوس، وهيبقى في قعدة انبساط وهتمسكوا مبلغ حلو في ايدكم، بس عايزاكم تحذروا من مكيدة حد بيدبرها لكم من العيلة. انتوا كمان في فترة النقل الجديدة او في فترة تغيير السكن، يعني حاولوا كمان تبعدوا عن الضغوط، لان الضغوط من ناحية الماديات مفيش توازن او مفيش استقرار. وكمان انتوا هنا علاقة غامضة مع شخص، العلاقة دي هتروح لمرحلة تانية، حاولوا تبعدوا عن القلق زي ما قلت والتوتر والصعوبات اللي انتوا بتمروا بيها، واي مأساة عندكم في حياتكم تنهوه، ولو في نفاق مع الناس المتجوزين حاولوا بالاستقرار. كمان انتوا هنا المنفصلين في رجوع، بس الشخص هيكون غامض مازال، فانتوا مش عارفين تتعاملوا او عارفين تكسبوه، او انتم حيرانين، ممكن البعض منكم يكون في حيرة مع الشريك، حيران من امره، الشريك حيران منه، او انتوا حيرانين من الشريك ومش فاهمين وضع الشريك، مش فاهمين الامور اللي بتحصل عندكم. كمان انتوا عندكم تفكير في الاستقرار، لكن زي ما قلت عندكم وقف حال، المواضيع عندكم هتبدأ تتحسن للتغيير الاحسن مع ابتداء الفترة اللي جاية، وهيبقى كمان هيكون في انجذاب حلو، وفي رسالة جاية لكم من بعد التعب وبعد المشقة اللي انتوا عشتوها، او من بعد التعب ومن بعد الامور اللي اتخذلتوا فيها اكتر من مرة. انتوا عندكم حسد شديد في اغلب الامور اللي عندكم، وعشان كده بتظهر لكم حاجات مخيفة زي ما قلت. عندكم سفر، والسفر ده انتوا مش هتكونوا مرتبين له، سفر زيارة لحد او سفر لحاجة مفاجأة. طيب مين الشخص اللي عايز يرجع ليك ويسحب الطاقة اللي جواك، او حاسس ان انت بقيت شخص كده مختلف فبدأ ان هو يسحب اي طاقة فيك؟ خدوا بالكم ان انتوا عندكم مناسبة حلوة، ويتوجب عليكم ان انتوا في خلال المناسبة دي يكون عندكم ثقة بالنفس اعلى، او يكون عندكم استقرار بالنفس اعلى، او البعض منكم هيكون عنده اكتمال لأمنية، اكتمال لحلم، او انتوا هتبدأوا تفكروا بفترة ايجابية، هتبدأوا تفكروا بافكار تانية، بحاجات تانية، الله اعلم. اي نعم انتوا الفترة دي مش مرتاحين من كتر الضغوط اللي عليكم، بس هتبدأوا ترتبوا حياتكم بالشكل الايجابي، والفتنة اللي حصلت او الشماتة اللي حصلت من حد بيتواصل كان معاكم وبينكم تواصل، انتوا هتقطعوا علاقتكم بيه فورا، وهتحاولوا تخرجوا نفسكم من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم حاليا. في حد انتوا هتطلبوا منه خدمة، والحد ده هيقدمها لكم ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية، وهيقف معاكم، وهتلاقوه كده يعني بيزعل على زعلكم وبيفرح لفرحكم. بالفعل الشخص ده هيكون كويس جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين بعلاقته معاكم او بالامور اللي بينكم.
وفي حد برضو هيبان على حقيقته، كان لابس طول الوقت قناع مش قناعه، او طول الوقت كان لابس حاجة مش بتاعته، ففعلا هتعرفوه على حقيقته وهتخرجوه برضو بره حياتكم. الفترة دي انتوا بتعيدوا، يعني بتعيدوا ثقتكم بنفسكم، وبتعملوا ايه بقى؟ بتعيدوا حساباتكم، جايبين ورقة وقلم كده وعمالين تعيدوا الشخص ده عايز مننا ايه، الشخص ده هيفضل معانا لحد امتى. فعلا بدأتوا تعيدوا حساباتكم في ناس كتيرة جدا خاب املكم فيها، وما بقيتوش تثقوا في حد، وده اجمل ما فيكم. ليه؟ علشان كل الامور بتاعتكم بدأت تتجدد، يعني في طاقات بدأت تتجدد، امور بدأ يكون فيها استقرار، صلح بدأ يحصل عندكم، امور بدأتوا تاخدوا فيها حقكم، جزء من ظلمكم. انتوا الفترة دي بتحاولوا تتعاملوا بهدوء وروقان، بتبدأوا تسيطروا على بعض المشاكل اللي في حياتكم اللي انتوا مريتوا بيها من وقت للتاني. بعض الامور عندكم انتوا اتظلمتوا فيها مع بعض الاشخاص، ورغم الظلم اللي وقع عليكم، رغم ان انتوا بدأتوا تتعاملوا برضو بتاني بحرص بس اكتر. مين كان عنده سحر تفريق، او كان عنده مشاكل بينه وبين التفريق؟ اموركم ما كانتش مترتبة، بس من فترة للتانية بدأت تتحسن. كمان انتوا هنا عايزين تبعدوا، او عايزين تبعدوا عن حد حصل منه موقف او ردة فعل بطريقة معاكسة وما توقعتوش بالموضوع ده. كمان في اوراق انتم قلقين منها، هيكون فيها تيسير الفترة دي، وهيبقى في حاسة قوية جدا، بس عضلات جسمكم او في وجع في الرجلين والظهر، في العضلات في الجسم عندكم وجعاكم بشكل سريع او بشكل مستمر. كمان بتفكروا في خصوصياتكم اكتر، او في ذكرى معينة انتوا بتفكروا فيها، في حاجات انتوا بتفكروا فيها الفترة دي. وكمان بتشتغلوا على نفسكم عشان تخرجوا من التفكير الزايد. شايفين ان انتوا انجرحتوا من علاقة اذتكم، والعلاقة دي يعني ربنا هيعوضكم خير طبعا قريب جدا، وهتبدأ تستقروا على جميع النواحي، بس في يعني حاجات انتوا فعلا بتتجنبوها، الحاجات دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا تمشوا، او قررتوا ان انتوا تبعدوا. طول الوقت او طول ما انتوا عايشين انتوا عمالين تكتشفوا، لا اما هتكتشفوا نفاق، هتكتشفوا صمت، هتكتشفوا كل واحد على حقيقته، كل واحد عايز منكم ايه. كمان البعض منكم ما بقاش يفكر زي الاول، يعني ايه؟ يعني ما بقيتوش تدوا ناس اهتمام زي الاول، ما بقيتوش تثقوا في حد زي الاول. في بشرى بخصوص واحدة ست، او بخصوص ست عندكم في حياتكم، هيبقى في كلام، وهيبقى في مواضيع، وهيبقى في خطوات هتاخدوها جديدة، بس بلاش تتسرعوا وتحكموا على حد غير لما تقع قدامكم وتكتشفوه فعلا على حقيقته. وبكده نكون خلصنا قراءتنا، يا رب تكون خفيفة على قلبكم وكانت جميلة ونالت اعجابكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية.